طيب في موسم 2022-2023 كان متواجد لتشيلي سيرا، كان في أنباء كبيرة عن مفاوضات نادي الزمالك مع سيرا. بصفتك أن أنت كنت مقرب من سيرا، شايف أن سيرا كمدير فني يصلح أن هو يكون مدير فني لنادي الزمالك؟ طبعا جواب قاطع. طبعا كوتش سيرا مدرب كبير جدا، مدرب خبير داخل الدوري السعودي. دايما هنا بيشابونه مدرب الانقاذ، بيجي على فرق كانت بتصارع على الهبوط، عندها مشاكل فنيه، مشاكل في جميع النواحي. الراجل بيقدر يدخل اي فريق، بينظم صفوفه بشكل كويس، بيحط ايده على مواطن الجرح اللي موجوده في الفريق ويبدا يعالجها بشكل كبير، وبيقدر يخلق من القماشه اللي معاه يعني قماشه محترمه يقدر ينافس فيها بكل البطولات. يعني هضرب لك على سبيل المثال الحصر، عندنا في نادي الواحد احنا كنا بنعاني في الفتره الاولى في الدوري الموسم اللي فات. المدرب جه رتب الاوراق بشكل كويس، اشتغل ذهنيا مع اللعيبه بشكل كبير، قدر يقرب من اللعيبه، خلق جو ملائم في غرفه اللبس، قدرنا ان احنا نقدر ننافس معاه لحد اخر نفس لينا في الدوري. الحمد لله قدر ان هو يحقق المطلوب منه هو البقاء، ووصل بينا لنهائي كاس الملك، وخسرنا في الثواني الاخيره يعني في ضربات الترجيح. اعتقد يعني انا لو املك النصيحه لاداره نادي الزمالك، طبعا ان هم بدون تردد يتعاقدوا مع الكوتش سيرا. كوره وطريقه لعب سيرا وكورته مناسبه جدا لكره نادي الزمالك، كره الاستحواذ الجميله، الفن والهندسه. الراجل ده يقدر يعمل فريق محترم جدا في نادي الزمالك، ينافس بيه على كل البطولات اللي موجوده. من صيغة كلامك الفن والهندسة انت زملكاوي صح؟ طبعا زملكاوي طبعا. طيب بمناسبة ان انت مقرب من سيرا خلال فترة تواجده في نادي الوحدة، هل شايف ان لو في مفاوضات ممكن تتم ولا سيرا ممكن طلباته المالية ما تكونش متوافقة مع نادي الزمالك؟ لا والله بالعكس، يعني اعتقد ان الكوتش سيرا منفتح لكل التجارب اللي وبيحب التحديات بشكل كبير. اعتقد ان هو راح الطائي اشتغل معانا في الوحده، كان موجود في نادي الاتحاد. انا بضرب لك 3 امثله ما بين انديه فئه الف وب وجيم مثلا، مع احترامي لكل الانديه. لا اعتقد ان الراجل ما بيبصش للمادي، هو مش مادي يعني. اعتقد هو الراجل بيحب التحديات، بيحب يشتغل، اسمه كبير، اعتقد برضه اسمه ده بيوازي قيمه ماليه هو يستحقها بشكل كبير. بس اعتقد ان هما يعني لو الموضوع مالي لا يقدروا يوصلوا لاتفاق مع بعض.